في اخ سائل دكتور بيسال بيقول ان هو يعني تعرض مؤخرا لعده ازمات ماليه دون سبب يعني، فبيسال بيقول ازاي الواحد يعني يعرف ما هو الذنب اللي تسبب في ان هذه الامور تحصل له، يعني مشاكل ماديه دكتور او وقع في ازمات او ما الى ذلك. اولا علينا ان نفقه شيئا مهما، نعم، الحياه لا تخلو من الابتلاءات للصالح والطالح، ونبلوكم بالخير والشر فتنه. يعني مش لازم يكون عاصي دكتور عشان مش شرط، لا بس الناس فاهمه غلط ان اول ما يعني تيجي له مشكله او مرتبه يتاخر، غلطه موظف، مش عارف ايه، كل ده وارد. انا ما بقولش ان احنا ملايكه، انا بقول ان في الاساس ما يبقاش مربوط في دايما كل شيء بانه ذنب انا عملته، إنما البلاء بوجه عام يأتي بالعموم. دي نقطة لازم نفهمها، الابتلاء سنة الله في هذا الكون. طيب ده واحد. اثنين، أسأل نفسي لو كان للبلاء ده يعني أنا أعرف لي سبب مباشر، خلاص ده هو ده، أنت عملت مشكلة، قصرت في واجب، خلاص راجع نفسه. اثنين، دايما احاسب نفسي، بس ما بقاش دايما اللي ايه الحساب اللي ايه اللي هو جلد الذات، لا، نقد الذات. يعني البلاء من ميزاتك انك تراجع نفسك، طب ما لقيتش ذنب انت عامله، خلاص. اثنين، للمرحله اللي بعدها، اختبار من الله لك ليزداد ايمانك او ليكفر عنك سيئات في حق الله عز وجل. لاني اشد للناس بلاء الانبياء. طب عملوا ايه الانبياء؟ لان ربنا اصطفاهم. ثم الامثل فالامثل. مين الامثل اللي بعد الانبياء؟ العلماء. العلماء ورثات الانبياء، ورثتهم في حضرتك. الناس تبوس ايديك وتبعت لك الهدايا والعطايا، وعند ما تتشتم هو اهل العلم يتعمل فيهم كده، يا عم تتسب وتتلعن وتضرب بالبلغه كمان. انا اسف يعني. هو مش انبياء اتقتلوا؟ الم يقتل نبي الله يحيى؟ الم يقتل نبي الله زكريا؟ الم يرمى في النار ابراهيم على جميع الصلاه والسلام؟ انبياء هو اهل الطائف اللي هم اراذل خلق الله، اغروا به صبيانه. الم يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الم يخب المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا عائشة حديث الإف؟ سعادتك بقى جاي عايز تبقى ورثة الأنبياء في إيه؟ تقعد لي كده، تروح مع الوصل العمة وقاعد وبالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وقاعد والعلم. فالناس تقول لك الله يفتح عليك يا مولانا، هات إيدك نبص وتحمد إيدك الاثنين، وهات راسك، وكل واحد معاه سرة يحطها في حجرك وينسى. ده مش العلم يا عم. ماشي، إذا فعل ذلك في الدنيا عن طيب نفس من الناس وعن عدم استشراف منك، خلاص. إنما ده مع إنك لا تشتغل، لا طبعا. مش معناه بنقول يا جماعة إن حلال الشتيمة في المشايخ، لا. إن الحياة لن تخلو من السفهاء والأراذل اللي هيشتموك ويهنوك ويخوضوا في عرضك. طب النهاردة العالم اللي هو بيخوض في عرضه ده عمل إيه؟ ما هو عملش ذنب. انما ايه؟ ربنا بيصطفيه، يعني يرتقي بدرجته. وسعادتك براحتك، يا تصبر يا ما تصبرش، تصبر ليك الاجر. لم تصبر خلاص حرمت الاجر. فالابتلاء احيانا يكون ليس عن ذنب، انما عن يعني منحه من الله عز وجل. انك انت ترتقي به درجات، والا ما احنا بنشوف علماء في السجون ومبهدلين وحالتهم حاله يعني. ايه اللي عملوه؟ قالوا ربنا الله، قالوا قولة الحق. قول الحق له ضريبه. ولذلك ربنا قال ايه؟ في سوره العصر: الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس. لا، اصل عمل الصالحات في حد ذاته سهل. انما محتاج لايه؟ تواصل بالحق وتواصل بالصبر.
ان التواصي بالحق محتاج صبر، عمل الصالحات محتاج صبر. صبر على مين؟ صبر على النفس اللي تقول لك اوعى يا عم تعمل لي يا عم، ما في الاخر كلها ايه؟ ربك رب قلوب وان الله غفور رحيم، خلاص يعني عليك بايه؟ بدل ما عايز الفردوس الخلد زي الفل، رضا قوي يعني عشمان في ايه؟ النفس البشريه تجي لك كده، الهوى، الشيطان، اصدقاء السوء، وده عمل صالح هتعمله لوحدك قاعد عندك 100 حاجه جواه، كفايه عليك هوى النفس لوحدك، ده كفايه لوحده قوي، نفسك الاماره بالسوء كفايه تقدر عليها بس. طيب تواصل بالحق محتاج صبر، ده انا بواصل الحق وبيزعل طبعا، هو بيزعل حد اللي الحق، انت متخيل ان الباطل بيزعل مين اللي زي حالاتك اللي حابين الحق؟ انما تلاقي ناس بتتسجن، تسجن ليه؟ عملت باطل؟ لا انت عملت لي الحق، رافض الباطل. طب لما رفضتش الباطل وايدته الباطل ياخدك بالحكم، ما اكثر اهل الباطل، حق مر ويحتاج الى صبر. فمساله ان يا اخواننا كل بلاء ان احنا نظن ان البلاء ده معناه لا، لازم تمر على المراحل دي. فاذا وجدت نفسك في مرحله من المراحل يعني البلاء له عد، البلاء ده جاني عشان انا ظلمت حد، رب الحقوق الصبر في حق الله. طب ما فيش ولا ده، يبقى ابتلاء من الله، اصبر عليه وادفعه بطاعه الله.